أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: يقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هل المقصود كمال التوحيد أو إخلاص التوحيد؟ ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك، لا، معناها أنه لم يلبسه بشرك، إذا خلطه بشرك صار باطلا، صار مشركا ولم يكن توحيدا. المراد لم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني لم يخلطوه بشرك، فالشرك يفسد التوحيد. نعم.